جددت المدعية العامة للمحكمة الجناية الدولية فاتو بن سودة الدعوة للسلطات في ليبيا إلى تسليم كل من حمود مصطفى الورفلي وسيف الإسلام القذافي والتهامي محمد خالد الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبي. وحثت المدعية العامة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على أن يظهر الاحترام للعدالة الدولية عبر القيام بعمل حاسم من خلال ضمان نقل السيد الورفلي على الفور إلى السلطات الليبية كي يسلم إلى المحكمة بدون تأخير، مضيفة أنه بغض النظر عما أفيد به من إجراءات تحقيق داخلي فإن على ليبيا التزاما قانونيا ينبع من قرار مجلس الأمن رقم 1970 يحتم اعتقال وتسليم الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية على الفور. وجاء طلب بن سودة بشأن تسليم الورفلي ضمن إفادتها الدورية لمجلس الأمن الدولي الأربعاء بشأن الوضع في ليبيا بعد أيام من العثور على 36 جثة مكبلة الأيدي ملقاة في منطقة الأبيار جنوب غربي بنغازي وعليها أثار تعذيب وطلقات في الرأس. وقالت مدعية الجنائية الدولية إن مكتبها تلقى تقارير تفيد بأن القائد العسكري بعملية الكرامة محمود الورفلي المتهم بارتكاب جرائم حرب وإعدامات غير قانونية تم تنفيذها في بنغازي وما حولها بين شهري مارس ويونيو الماضيين ما يزال طليقا. وفيما يتعلق بمذكرة الاعتقال الصادرة بشأن سيف الإسلام القذافي أبدت بن سودة تقديرها لدعم أعضاء مجلس الأمن وتشجيعهم للسلطات الليبية لتسليمه. وذكرت بن سودة بمذكرة الاعتقال التي كانت أصدرتها المحكمة في شهر أبريل والخاصة بالتهامي محمد خالد الرئيس السابق لوكالة الأمن الداخلي الليبي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء أحداث الثورة ضد نظام القذافي عام 2011. وتحدثت بن سودة عن التحديات الكثيرة التي تواجهها ليبيا والمتمثلة في انتشار الجماعات المسلحة واستمرار الأزمة الإنسانية الناجمة عن كون ليبيا نقطة عبور لمئات آلاف المهاجرين والصراع السياسي الدائر في مناطق كثيرة. ودعت بن سودة إلى أن تستند أي تسوية سياسية دائمة في ليبيا على فرض سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب